عشان اخلص واركز وقت كل مش وقت دلوقتي. لا يلا يلا اصل شوف انت خلصتش انا هتقفل سناني. يلا يلا يبكي بقى اخر بس يا بقى في فل. لا مش وقت لعب دلوقتي اروح اقابل هدوم دي اللي بتشوف بتاعي بسرعه فين التيشيرت بتاعي. لا هم جاب لها مش تخبايه ادي اهو لقيته انا هغير بقى يلا ويبوتي. لا مش وقت لعب دلوقتي لسه ضربت بسرعه ادي بس يلا بقى تيتا تيتا خدت العيال تبيتا يلا خلاص مفيش لعب دلوقتي فيرو مش طالب وقت احنا كده هنتأخر على المدرسة. يلا يا حبيبي اركب بسرعة علشان ما نتأخرش على المدرسة. يلا يلا هو دي الساعة 12 الصبح. يلا هو احنا كده هنتأخر على المدرسة. ايه ده يا حبيبي انت لسه صاحي دلوقتي؟ اه يا ماما لسه صاحي دلوقتي والمنطق ما رضاش يشتغل مش عارف ليه. وانا كمان طلع عليا نوم. يا لهوي ما تخافش يا حبيبي ما تخافش اخلي باباك هو اللي وصلك بالعربية. مش بقى اروح اغسل وشي دلوقتي. سلام اغسل اغسل بسرعة اغسل احنا هنفوت المدرسة. ايوه اغسل كده الله. لا مش وقت لعب دلوقتي. طب والله اسناني جميلة ومجمعة. يلا بقى فين العيش فين العيش نقص العيش فين العيش. ايوه وليا كل شوية فين العيش فين العيش. هو في ايه من الصبح كده؟ في ساعة. يا لهوي انت مش سمعتش من لفه. يا لهوي بس خلاص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدي يا بنتي. ايه مش من الصبح كده بالليل ماشي بس الصبح لا ده كده هيكون حظي وحش. والله حظك وحش. طب خلاص بطلت هتودي زنبة بالعربية بتاعتك لحد المدرسة. لحد ايه؟ لا يا حبيبتي انا عندي شغل. عندك شغل؟ طب بص يا لهوي لا خلاص خلاص يا بنتي انت مجنونه. خلاص هوديه وقبلي لله. خلاص ماشيني. ايه ده يا ماما هو في حاجه بينك انت وبابا؟ لا يا حبيبي دي مشكله بس اثريه كده قصدي اثريه اي كلام وخلاص بس هي مشكله. ماما انا جهزت بنتي بقى شكل ام. انت حلو يا حبيبي. يلا عدنا يلا مفيش وقت. امال فين البنت دي اللي كانت بتقول لي انا هلبس انا هلبس يا ماما انا اروح اشوفها وكده؟ ايوه بعد ما اغسل هنا واحط المكياج بقى لا احط بقى الروج ده. الله يخرب بيتك انت بتعملي ايه؟ الله يخرب بيتك ليه كده؟ مش هتقولي لي انا هلبس يا ماما خلاص انا خلاص هكذا اهو يا كدابه. مامي بليز انا نو واي اكون كدابه وكمان انا عاوزه احط روج زيك يا وانت بتمشي. يا لهوي مره واثنين وثلاثه انا كبيره انت صغيره انت مش رايحه فرح انت رايحه مدرسه. الفرح زي بعض بيتها بس عيني قدام. يلا على الحق ايوه حاضر خلاص مش هنقعد اليوم كله مش. يلا يلا يا جماعه يلا يا ناسا يلا يا حبايبي يلا عشان انا بيخي بصدعني اليوم كله كل واحد يلا يا حبيبتي البستي يلا يلا يا حبيبتي يلا على بره يلا مع السلامه. مع السلامه. اهدي يا مامي. باي يا مامي. خلاص مش عاوز اسمع صوتك. خدي واللانش بوكس خدي عند النهار نيلة. مامي ما اسمعوش نيلة. هادي خدي اللانش بوكس وخلصي. حاضر يا مامي باي باي. يلا اهدي شوية. امشي يلا اخي انا قاعد لوحدي في البيت. يلا يا حبيبتي مش وقت باي باي. يلا يا حبيبتي اقعدي. هو ايه اليوم الرخم ده؟ ولا يوم رخم ولا حاجة. يلا يا حبيبتي اقعدي. يلا بس تعالي يلا يلا بقى اللي متضايق قوي قوي علشان الباص لسه ما جاش لحد دلوقتي. ياه ده الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 10 المفروض اصلا يجي لحد دلوقتي هو اصلا يجي انت نسيت اللانش بوكس بتاعي. ماشي ما شوفي اللي انا فيه. يا حبيبتي كفر لكم خير. يا حبيبتي ايه اللي حصل في حاجة؟ يا ماما الباص لسه لحد دلوقتي ما جاش. ايه ده؟ بيب بيب بص يا حبايبي اتعلمه من بيكاتشو بيصحى الصبح بدري وفايق كده وجميل ومنور زي العسل. شاطر يا بيكاتشو. شاطر ايه؟ الله يخرب بيتكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليكم. يا لهوي نفس الموال. ادخل يا حبيبي اركب. هو في حاجه؟ نفسي افهم في حاجه. انت بتكرهيني؟ نفسي افهم حاجه واحده انتوا اللي بتتاخروا. ها
تتأخر ولا حاجة. سلام عليكم، مع السلامة. الله العظيم ده مش خلاص. اصحى يا حبيبي، سلامي قلبي، خلاص روحي هيروح. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. صباح النور. اصحى يلا يا الحمام. ايه يا ماما، اهدي شوية، ده لسه اجازة يا ماما. بس يلا، انا مش طايقة نفسي. مش طايقة نفسي يعني ايه؟ تسمع كلامي بالحرف. قوم يلا عدو، شتت لك البطانية. قوم يلا على الحمام واغسل وشك. حبيبي في مدرسة، في شروط. طب أول حاجة بس، إيه المصروف يا بابا؟ إيه المصروف أول حاجة غير كل ده؟ لازم يعني حبكت؟ أيوة يا بابا حبكت، وهاك الفلوس دلوقتي. اتفضل الفلوس أهو، في شروط. استنى النبي بالصوت ده، خد يا حبيبي اللاتش بوكس ده عشان ما تكونش جعان، وكله كله مش عاوز أسيب فاسفوتة. لو في أي حد أو قال عاوز واحد أديله، مش بخل ده. حاضر يا ماما. ممكن بقى اقولش بيبي الباص. يلا يا حبيبي يلا بقى عشان تروح الباص بتاعك، يلا عشان ما يشوفكش. يلا مع السلامة. برافو عليك يا الرود، يلا اركب يا حبيبي. حاضر يا عم. حبيبي اركب بسرعة، يلا. شاطر يا الرود، شاطر شاطر. يلا يا سقفوا، يلا وسع وسع. عاملين ايه؟ عامل ايه يا فلفولة؟ كويس. ايوه الحمد لله يا سمب، انت عامل ايه؟ بس المدرسة جميلة قوي قوي يا فلفول، صح؟ جميلة قوي. عندك حق عندك حق يا سيمبا. وايه رايك في التيشيرت بتاعي اللي انا لابسه جديد؟ انا جيت يا جماعه. ايه يا رود، انت كل يوم كل يوم بتيجي متاخر. معلش بقى يا جماعه، بيكون بقى يوم اجازه وبعد التلفزيون بقى اسهر والعب بقى ببجي وكده، فمش متعود قوي يعني على الصحيان بدري والنوم بدري يعني. مش عارف. ماشي ماشي عادي، مفيش مشكله عادي، وانا كمان نفس الحوار زيك. الله، كانت الاجازه جميله قوي قوي قوي، بس دلوقتي بقى نوم بدري وصحيان بدري. على فكره النوم بدري والصحيان بدري حاجه حلوه. ايوه، مش وحشه زي ما تعرفوا يا بيكاتشو وكلكم. اهلا يا ولاد، انا اعرفكم بنفسي، انا ميس ارنوبه. اهلا يا ميس ارنوبه. انا الحمد لله يا حبايبي، كويسين انتوا؟ انا لما تخافوش شكلك كده يا ميس مش طيب. اه مش طيب، ما تخافوش، انا عارف على كل واحد واحد مين اسمه. اكيد يعني عارفين اسمي بعض عشان انتوا كنت قبل كده، بس انا مش عارفة اسميكم، فانا ممكن اعرف اسميكم وانا اقول لك. كويسين قوي، انت فلفول وانت سيمبا وانت بيكاتشو وانت سارة وانت الرود، صح ولا لا؟ صح يا ميس، شاطرة شاطرة. عارف